كيف يعمل تنظيم داعش؟ ما هو هيكله التنظيمي؟ وكيف تتدفق الأوامر والتعليمات من القيادة إلى المقاتلين والمتعاطفين عبر شبكة واسعة من العلاقات التنظيمية التي تربط مفاصل التنظيم؟ وهو يمتد عبر حدود دولتين ويحاول أن يبسط نفوذه على مساحات أوسع من الأرض. في هذه الحلقة نكشف عن الهيكل التنظيمي لداعش وطريقة عمل قائده أبو بكر البغدادي ونشاط لجنته الإعلامية، ولماذا لجأ قائد داعش إلى تولية ضباط الجيش العراقي السابقين مواقع القيادة في التنظيم. حلقة جديدة من صناعة الموت، أهلا بكم. أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور مصطفى العاني، مدير وحدة مكافحة الإرهاب بمركز الخليج للأبحاث. أهلا بك دكتور إلى هذه الحلقة. قبل الحديث عن هيكلية داعش فلنتحدث قليلا عن هذا التنظيم الذي طغى على جميع التنظيمات المتطرفة في الفترة الأخيرة. التنظيم الحقيقة كل حدث في التنظيم هو اسم جديد لظاهرة قديمة. الاسم ظهر استخدم لأول مرة في أبريل السنة الماضية، أي عمر داعش هو يقل عن عام واحد، بينما التنظيم الأساسي هو التنظيم العراقي، تنظيم الدولة الإسلامية في العراق الذي تمتد جذوره إلى عام 2003. فنحن نتكلم عن تنظيم عمره يتجاوز العشر سنوات. فظهور داعش كان عبارة عن تغيير اسم وتغيير هوية التنظيم لأسباب سياسية وأسباب لوجستيكية. طيب جميل، ولكن هناك نقطة مهمة أيضا. في حديث سابق لبرنامج صناعة الموت تحدثت مصادر أمنية عراقية عن ارتباط هذا التنظيم أو خروج هذا التنظيم من سجون أمريكية في العراق، ربما بشكل أو بآخر اتهام أجهزة مخابرات غربية بالتورط في نشأة هذا التنظيم. هل تتفق مع ذلك؟ الأمريكان بدون شك، أنا بتصوري لم يكون هناك تخطيط لإنشاء هذا التنظيم. كان هناك أخطاء أمنية في تجميع أعداد كبيرة من المقاومين، مقاومي الاحتلال الأمريكي في سجون خاصة، تقسيم ديني، تقسيم طائفي، تقسيم مناطقي وتقسيم تنظيمي. فالأمريكان اتبعوا لتجنب المشاكل في السجون العراقية، ونحن نتكلم عن أكثر من 150 ألف سجين عراقي في مرحلة معينة تم تجميعهم لتجنب المشاكل، أنه بناء على تصنيفات الموجودة اللي هي كانت طائفية أو 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 دينية أو تنظيمية. فهذا أعطاهم مجال لشراء الأمن داخل السجون، لكن في نفس الوقت أعطى هذه المجموعة فرصة كبيرة لإنشاء تنظيم كامل في داخل السجون. عندما فتحت أبواب السجون كان التنظيم جاهز للعمل خارجها. طيب هذا فيما يتعلق بالتنظيم داخل العراق، ولكن ماذا عنه في سوريا؟ هل ينطبق هذا الحال؟ في سوريا كانت أكثر تقصدا. في سوريا منذ بداية الثورة السورية صدرت نوعين من العفو الرأسي. العفو الرأسي شمل هذه المجموعات التي سجنت منذ إيقاف دخول المقاتلين الأجانب إلى العراق منذ عام 2007. فهناك نوعين من السجناء الذين كانوا في سوريا، السجناء الذين بقوا في سوريا لخدمة ساحة القتال العراقي، والمجموعة التي عادت من العراق إلى سوريا بحثا عن الملجأ تم سجنها. هذه المجموعة تم إطلاق سراحها وبعفو رأسي مع علم كامل لأجهزة المخابرات السورية بنية هذه الجماعات بتأسيس مجموعات قتالية ومجموعات جهادية للمشاركة بالثورة السورية. فالعملية في سوريا كانت متقصدة بكل معنى الكلمة لمحاولة اغتيال الثورة السورية ووصمها بأنها عبارة عن مجموعات إرهابية هي التي تقود الثورة السورية. فبتصوري أن التقصد في سوريا كان أكثر من التقصد في العراق. جميل، لنعود إلى الموضوع الرئيسي في هذه الحلقة ونتوقف مع هذا التقرير أو العرض بالأحرى للزميلة ماريا شحادة حول الهيكل التنظيمي لداعش، ونعود بعد ذلك لاستكمال الحوار معك دكتور.
لطالما حاولت القاعدة الاحتفاظ بسرية تشكيلاتها وهيكليتها، حتى أن كثيرا من أشهر قادتها لم نكن نشاهد صورهم ولا حتى أسماءهم الحقيقية. لكن الفصائل التي تشكلت في السنوات القليلة الماضية عملت على تأسيس أذرع إعلامية تروج لنشاطاتها، كما أنها اخترقت من أجهزة مخابراتية استطاعت جمع الكثير من المعلومات. أشهر وأحدث هذه الفصائل هو تنظيم داعش طبعا، أو ما كان يعرف عند تأسيسه في ذلك الوقت بتنظيم دولة العراق الإسلامية. تأسس عام 2006 بزعامة أبو عمر البغدادي الذي قتل لاحقا عام 2010 ليحل مكانه أبو بكر البغدادي، الذي استمر بقيادة التنظيم حتى يومنا هذا ويعتبر منشقا عن القاعدة الأم. يخضع لأوامر البغدادي 18,000 مقاتلا من جنسيات مختلفة، يعتبرونه ولي أمرهم وأمير المؤمنين في دولة الخلافة التي تشمل العراق وسوريا. يعتبر البغدادي بحسب ما توفر من معلومات المتحكم في كافة مفاصل الهيكل التنظيمي لداعش. هذا الهيكل يتكون من أذرع عدة، يمكننا القول إن ستة منها متصلة ببعضها البعض داخل التنظيم تعتبر الأقوى. الأول هو المجلس العسكري الذي يرأسه أبو أحمد العلواني، ومعه ثلاثة من ضباط الجيش السابقين، يتم اختيارهم من قبل البغدادي بشكل مباشر وتزكيتهم من قبل مجلس الشورى. مهمتهم التخطيط وإدارة القادة العسكريين في الولايات ومتابعة نتائج غزوات البغدادي في الولايات. وهناك الهيئات الشرعية يرأسها أبو محمد العاني، وتنقسم هذه الهيئات إلى قسمين رئيسيين، أحدهما للقضاء والفصل بين الخصومات والنزاعات المشتركة وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخرى للإرشاد والتجنيد والدعوة ومتابعة الإعلام. الثالث هو مجلس الشورى يرأسها أبو أركان العامري، من واجباته تقديم التزكية بين يدي البغدادي لولاة الولايات وأفراد المجلس العسكري وأفراد مجلس الشورى، يتراوح عديدهم بين 19 عضوا، وهم من القيادات الشرعية التاريخية في التنظيم. وأخيرا يتم اختيارهم طبعا من قبل البغدادي كما يستطيع هذا المجلس من الناحية النظرية فقط، عزل أمير التنظيم إذا كان لا يقوم بمهامه على الوجه المطلوب، إلى أن تطبيق هذا على الأرض الواقع من المستبعد تقريبا. هناك مجلس الأمن والاستخبارات يرأسه المدعو أبو علي الأنباري، هو ضابط سابق في استخبارات الجيش ومسؤول عن أماكن وتنقلات البغدادي ومواعيده ومتابعة القرارات التي يقرها البغدادي ومدى الجدية لدى الولاة في تنفيذها. يشرف أيضا على تنفيذ أحكام القضاة وإقامة الحدود، كما يشرف على تنظيم صيانة التنظيم من الاختراق. يسيطر البغدادي وممثله في الولايات على المؤسسة الإعلامية كما غيرها من المؤسسات، ويرأسها السوري أبو أثير الشامي، واسمه الحقيقي عمر العبسي، الذي يتولى موقعا قياديا في داعش حلب. كان سجينا سابقا في صدنايا أطلق سراحه نظام الأسد بعد الثورة. يدير هذه المؤسسة جيش من الكتاب والمتابعين للإعلام الإلكتروني، وغالبيتهم من الخلايا النائمة، وبعضهم من أنصار تنظيم داعش طبعا. في الوقت نفسه هناك عشرات من المنتديات والمواقع الإعلامية الجهادية التي تقدم النصرة الإعلامية لتنظيم داعش، وهم غالبا من الخليج وشمال أفريقيا. تابعت هذا العرض يا دكتور فيما يتعلق بالتنظيم لداعش. مرة أخرى يقال بأن معظم هؤلاء الذين الآن يتولون مراكز قيادية داخل التنظيم هم في الأساس تابعون للجيش العراقي، هكذا تقول المصادر. هل ترى بأن هناك إسقاط ما من خلال هذه المعلومات؟ في تصوري هذه المعلومات ليست دقيقة بفصلها عن خلفيتها. لا يوجد شاب عراقي لم يخدم بالمؤسسة العسكرية، بالذات فترة الحرب العراقية الإيرانية، فجميع الشباب العراقيين لهم خلفية عسكرية. شيء آخر، أبو بكر البغدادي لا توجد له خلفية عسكرية وهو قائد التنظيم. أبو بكر البغدادي يقال أنه كان مدرس دين ويقال أنه كان مزارع، وحتى بتصوري أن المصادر الأمنية العراقية لم تشير إلى خلفيته العسكرية. بدون شك أنه العسكريين مؤهلين أكثر للمشاركة في هذا التنظيم، لأن توجد عنصر الانضباط، عنصر التدريب على السلاح، عنصر معرفة الأرض، وعنصر التعامل بطريقة سرية، بطريقة شبكية. فبدون شك أنه العنصر العسكري يلعب دور في هذه التنظيمات، ولعب دور بالمناسبة في عملية مقاومة الاحتلال الأمريكي.
جزء كبير من العناصر التي قامت بمقاومة الاحتلال الأمريكي كانت لها تمتلك خلفية عسكرية. هناك بدون شك أنه عناصر عسكرية، ولكن باعتقادي أن وصمة التنظيم بكونه يتكون من مجموعة من ضباط من النظام السابق قد تكون تهمة سياسية وليست معلومة دقيقة. إذا هناك تهمة سياسية كما تقول، ولكن تحدثت عن التنظيم فيما يتعلق بشقه العراقي، ولكن ماذا عن شقه السوري؟ كيف انتقل إلى سوريا؟ التنظيم لم يكن له وجود في سوريا. التنظيم كان بالأساس هو تنظيم عراقي امتدادا لتنظيم أبو مصعب الزرقاوي وأبو أيوب المصري المهاجر، وتنظيم كان مستمر في العراق وموجود في العراق، كان يتواجد بشكل قليل جدا داخل الحدود السورية وبالذات لتأمين قضايا التموين وقضايا المقاتلين. منذ بداية الثورة السورية شهد التنظيم تغييرات جذرية، يعني وجد فرصة جديدة في التمدد خارج الأراضي العراقية. يجب التذكير أن التنظيم فشل في إنشاء الحلم وهو الدولة الإسلامية في العراق. فإنشاء دولة داعش أي دولة إسلامية في العراق والشام بدأ حلم جديد، أن هناك فرصة كبيرة باستغلال التسيب الذي موجود بالحدود وإنشاء دولة تتكون من أراضي دولتين. فلهذا يجب التأكيد أن التنظيم في سوريا لم يكن له وجود أساسي. التنظيم العراقي هو التنظيم الأم الذي قام بالامتداد إلى خارج الحدود العراقية إلى الداخل السوري. طيب، كما تابعنا في هذا العرض التنظيم هيكليته متكاملة، نتحدث عن أمير لهذا التنظيم، نتحدث عن هيئة شرعية بل حتى قضائية وشورى. هل يريد التنظيم الاستقلال بذاته عن القاعدة؟ نقصد في العادة ما يكون هناك لكل فرع من فروع القاعدة هيئات شرعية ولكنها في الأساس تتبع للهيئة الشرعية الرئيسية التابعة للقاعدة. هل ينطبق الحال على داعش؟ هذا الحال لا ينطبق على داعش لسبب بسيط، أن داعش هو أصله هو التنظيم العراقي، تنظيم القاعدة في العراق. تنظيم القاعدة في العراق لم ينشأ منذ البدء، لم ينشأ بأي عناصر ربط مع تنظيم الأم في أفغانستان باكستان. أبو مصعب الزرقاوي قام بعملية استقلالية كاملة وانفصل بشكل كامل عن الأوامر التنظيمية التي والتوجيهات التنظيمية التي كانت تصدر من القيادة، وهناك رسائل كشفت العلاقة المتوترة بين التنظيمين. تنظيم داعش مر بنفس التجربة، أنه هو ليس تنظيم خاضع للقيادة الأساسية في قيادة الظواهري، على عكس تنظيم النصرة. تنظيم النصرة يحاول البحث عن شرعيته لأن تنظيم جديد، عبر انه الادعاء انه امتداد للتنظيم الام وشرعيته تمتد. طيب، ولكن دكتور عندما نتحدث عن داعش هل نتحدث عن فرع غير مرخص للقاعده؟ هناك ارتباط فقط عقائدي، هناك التوجيه العقائدي، ولكن من الناحيه التنظيميه، من الناحيه الاستراتيجيه، من الناحيه العسكريه لا يوجد ربط حقيقي منذ ايام ابو مصعب الزرقاوي. لا يوجد رابط قوي بين تنظيم القاعدة الأم وبين التنظيم العراقي، فنحن نتحدث عن تنظيم إلى حد ما أما شبه مستقل أو مستقل بشكل كامل عن التنظيم الأم. أهلا بكم مجددا إلى صناعة الموت، أجدد الترحيب هنا بالدكتور مصطفى العاني مدير وحدة مكافحة الإرهاب بمركز الخليج للأبحاث. أهلا بك دكتور. فنتحدث بالمزيد من التفاصيل حول الشخصيات التي تتولى حاليا قيادة تنظيم داعش، ونبدأ بأمير التنظيم أبو بكر البغدادي. أبو بكر البغدادي تعود جذوره إلى منطقة سامراء، ولا توجد معلومات أنه كانت خلفيته عسكرية، كانت خلفيته دينية كمدرس دين، ويقال أنه كان مزارع في نفس الوقت، ودخول التنظيم دخل منذ الشباب منذ كان عمره 18 سنة أو 17 سنة، فهناك تاريخ طويل في وجوده داخل التنظيم. هناك مشكلة أساسية حقيقة تواجهها أجهزة الأمن العراقي، أنه لا تستطيع معرفة مجلس الشورى. مجلس الشورى كان معروف إلى حد ما في فترة معينة عندما كان المهاجر هو قائد التنظيم وتم عملية تصفيته جسديا، استطاعوا العثور على تشكيل مجلس الشورى،
لكن مجلس الشورى الآن اللي موجود لا يعرف، هناك أسماء متفرقة لشخصيات يعتقد أنها شخصيات قيادية في التنظيم، ولا توجد معلومات دقيقة أنهم أعضاء مجلس الشورى الذي يدير سياسة التنظيم بشكل كامل. ولكن دكتور مصطفى، السلطات الأمنية العراقية تتحدث عن أسماء وأدوار وخلفيات وحتى عن أماكن لتلك القيادات. المشكلة حقيقة في تعامل الأجهزة الأمنية العراقية أن هناك آلاف الآلاف المعتقلين، وأغلبهم عندما تم اعتقالهم تم الإدعاء أنهم عناصر قيادية، لكن التنظيم لا زال يعمل، لا زالت هناك تفجيرات تقارب 10 تفجيرات في العراق معدل يومي. فإذا كان اعتقال القيادات، إذا كان هذه المعلومة دقيقة أنه الأجهزة الأمنية العراقية أما قامت باعتقال القيادات أو عندها معلومة عن القيادات، من يقوم بهذه العمليات التي تعادل 10 عمليات يوميا؟ ففي اعتقادين، هناك فجوة كبيرة في المعلومات الأمنية، المعلومات الدقيقة عن التنظيم. فنعم هناك أسماء كثيرة وبالذات ذكرت الأجهزة الأمنية العراقية، لكن لا نعرف بشكل دقيق دورها الحقيقي ضمن التنظيم. طيب عندما نتحدث عن هيكلية داعش، كيف يعمل هذا الهيكل في نقل المهام والأوامر من الرأس أبو بكر البغدادي إلى بقية الأفرع التابعة لهذا التنظيم، خاصة بأنه يعمل بين دولتين؟ التنظيم يعمل على أساس هرمي، أنه هناك خلايا مستقلة لها واجبات مستقلة عن القيادة، لها تغطي منطقة جغرافية محددة، ولها ولكل مجموعة لها أمير، الأمير يستلم أوامره. هذا السبب هو عدم قدرة الأجهزة الأمنية على تدمير التنظيم. التنظيم ليس عنقودي أنه العثور على الأساس الخط يمكن تفكيك الخلية. التنظيم يكون هناك شخص واحد فقط هو صلة الوصل بين المجموعة التي تعمل على الأرض والقيادة العليا. وأغلب وسائل الاتصال هي وسائل اتصال لا يمكن العثور على 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 خلفيتها. التنظيم يجب التذكير أن التنظيم الآن يعمل أكثر من 10 سنوات في العراق فقط، واستطاع تدبير أمره، واستطاع إيجاد طرق للتواصل التي الأجهزة الأمنية لا تستطيع التدخل فيها. فبدون شك أن هناك تقسيم جغرافي، وهناك في كل تنظيم استقلالية كاملة، أي هناك صانع القنابل، هناك مجموعة الاستطلاع، هناك مجموعة التنفيذ، هناك مجموعات الحماية، هناك مجموعات الدينية والفتاوى. فنحن نتكلم عن مجموعات مستقلة تشكل التنظيم وليس تنظيم واحد. طيب ماذا عن الأفراد، جنسياتهم، أفكارهم، ماذا عنهم؟ التنظيم منذ نشأته الحقيقة، التنظيم العراقي اللي هو الآن امتداد داعش، هو كانت القيادة غير عراقية. نحن نتكلم أبو مصعب الزرقاوي، ثم أبو حمزة المهاجر المصري. قيادة العراقية تم إدخالها بعد عام 2010، أول قيادة عراقية للتنظيم. فهناك معلومات أنه القيادة أصبحت منذ عام 2010، الأربع سنوات المضت أصبحت قيادة عراقية لأسباب كثيرة. انتماءاتهم أغلبها انتماءاتهم لمناطق محددة من العراق، وهي المناطق العربية السنية. يوجد لهم أصول، قسم من عندهم يوجد لهم أصول في داخل سوريا، هم يعودوا بأصولهم تعود لعشائر موجودة على الجانب السوري والجانب العراقي، لمدن تقع بين الجانب السوري والجانب العراقي. هذا السبب أنه سهل، أنه قضية داعش أصبحت من السهل أنه إعلانها هي مؤسسة أو تنظيم يعبر الحدود الدولية. طيب أنت الآن تقود إلى سؤال يتعلق بجبهة النصرة، كيف تم الانفصال عن داعش؟ جبهة النصرة بالأساس أبو محمد الجولاني كان يعمل مع التنظيم العراقي، وعندما عاد في اعتقادي 2007 تم اعتقاله من أجهزة الأمن السورية، وقضى سنوات طويلة في سجون النظام السوري. عندما تم إطلاقه بالعفو الرئاسي عاد إلى العراق للعودة إلى القيادة السابقة التي كان يعود إليها. القيادة أعطت أوامر بالذهاب بالعودة إلى سوريا وتجميع المقاتلين وتأسيس فرع من تنظيم العراقي في داخل سوريا. فلهذا السبب أن الخلاف نشأ، أنه هل جبهة النصرة هي عبارة عن فصيل يتبع التنظيم العراقي الأم؟ جبهة النصرة قررت الاستقلال مثل ما قررت التنظيم العراقي الاستقلال لأسباب سياسية، أنه هناك ضغوط داخلية،
وضغوط خارجية على التنظيم أن يكون تنظيم سوري، لهذا حاول أن يبتعد ويفصل نفسه ويؤسس تنظيم النصرة. فلهذا السبب هناك الخلاف الأساسي، خلاف إلى حد ما شرعي قانوني، أنه هل النصرة هي جزء من داعش، ومن يتولى القيادة الحقيقية؟ داعش تعتبر أنه هي التنظيم الأم، والنصرة ليس أكثر من نوع من فرع من فروعها. طيب عندما حدث هذا الانفصال، هل تغيرت الهيكلية داخل داعش أو حتى في جبهة النصرة أيضا فيما يتعلق بجنسيات الأفراد المنتمين؟ دون شك النصرة قررت عدم استقبال المقاتلين الأجانب، حاولت بسبب انضمامها لمجموعة المقاومة السورية وبسبب المحاذير السياسية، حاولت النصرة التخلص من جميع العناصر غير السورية في داخل التنظيم. هذه العناصر كان لها ملجأ واحد، هو داعش، إن كانت عناصر عربية أو غير عربية. فلهذا السبب داعش هو تنظيم أممي وليس تنظيم وطني، لكن نصرة هي تنظيم وطني سوري أو يحاول أن يكون في هذا الصنف. فداعش بدون شك أنه تحوي عدد كبير من المقاتلين الأجانب من العرب وغير العرب، من الشيشانيين وغيرهم، لكون تنظيم أممي وتنظيم عابر للحدود. فلهذا السبب أنه التركيز الأساسي في داعش هو وجود عناصر الأجنبية. دكتور مصطفى العاني، مدير وحدة مكافحة الإرهاب بمركز الخليج للأبحاث، شكرا لك على المشاركة في هذه الحلقة من صناعة المهم. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذه الليلة، أشكر لكم متابعتكم وإلى اللقاء.